بسكوت الموز، كوباية من الدقيق، كوباية من الشوفان، شوفان هنا شوفان مش دقيق، شوفان شوفان عادي، معلقتين كبار من الزيت، ممكن يبقى زيت زيتون أو زيت ذرة، موزاية كبيرة مهروسة، فلو هي صغيرة من البلدي هنحط اتنين، لو هي واحدة كبيرة من المستورد يبقى واحدة بس، معلقتين صغيرين من القرفة، 4 لـ8 معالق من المية، ممكن نستخدمهم ممكن ما نستخدمهمش، وللتقديم عندي موز مجفف وأعواد قرفة وسكر بودرة. طيب تاني، أنا زي السموذي ما حطيتش سكر ولا عسل، تقدروا تضيفوا سكر وعسل إذا حبيتوا، لكن أنا هعتمد على السكريات اللي جوه الفاكهة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل الموز هنا واضربه الأول هنا كده هرسة، لأنه حقيقي ناشف، يعني ناشف زيادة عن اللزوم. هحط معاه القرفة وهحط معاه الزيت عشان يساعدونا شوية. يلا ونشغل. ننزل الشوفان، نهدي، ننزل الدقيق، اهو اللي ما بيحبش القرفة يحط فانيليا، وبعدين هحطهم وادخلهم الفرن درجة حرارة 180 ل 200. بصوا دول احنا مثلا فردناهم ما بين ورقتين زبدة وقطعناهم بالقطاعة، وهيتخشوا على درجة حرارة من 180 ل 200، يعني مش هتفرق معايا صراحة، انا خلصت خلاص.